مصر هتتغير بيك. ابدأ بنفسك. الانتخابات الرئاسية 2018. صباح الخير على كل مشاهدينا. النهارده بنصور مش مع محصول ولا في ارض زراعيه، بس بنصور في روح الارض الزراعيه في نيل مصر الجميل. صباح الخير عليك يا عمان. صباح الخير يا عبير، وصباح الخير على كل مصري ومصريه وكل صياد وصياده وكل الناس الحلوه اللي معانا وكل نقطه ميه في قلب نيل مصر. نيل مصر اللي احنا كلنا بنحبه، وكان زمان ليه تقاليد وليه حكايات وروايات هحكي لك عليها بعدين. احنا كل مرة بنتكلم عن محصول وطريقة خدمته وازاي نحصل على اعلى انتاجية من المحصول، وبنقول ارشادات للمزارعين. النهاردة هنتكلم عن سر الحياة للنبات، ولينا احنا كبني ادمين وللحيوان وللطير ولكل حاجة في الدنيا. يا سلام عليك يا عبيد، فكرتيني بجدي. يا عبيد جدي كان يجي المغربية هنا في نفس المكان، وكان في حاجة اسمها الجوبيا اللي موجودة بره دي. الجوبيا دي عبارة عن ايه؟ شبكة، خدت بال حضرتك، متغطية، ويجي حاططها في قلب الايه النيل ويسيبها، ويجي بعد الفجرية يشيل، تطلع مليانة بالخيرات، يجيب الطشطاية بتاعته ويملاها سمك. السمك ده طبعا احنا عارفين انه من الايه، من البروتين اللي محتاجه الانسان بكمية كبيرة، سواء كان مشوي او مقلي او اي حاجة من الحاجات الجميلة دي، ولا انت مش عارفة كده؟ لا انا عارفة، بس يا ترى انتوا عارفين الخير اللي مصر فيه؟ نيل بيروي غطانها، سمك بيغذي اهلها، كل حاجة في مصر فيها خير. يا سلام على مصر، وربنا يحملنا مصر ويحافظ لنا عليها من كل معتدي وكل سيء وكل مغرض، ويدينا الصحة يا رب ونشوفها في أعلى درجات. صحيح أنا كبرت في السن يا عبير، إنما نفسي أشوف مصر على أعلى مستوى. أعلى مستوى، ربنا يديك الصحة والعمر يا عم أنور. بما أننا بقى في أحلى مكان في العالم، ما تقوليش بقى جزر ولا دول اوروبا ولا امريكا ولا الكلام ده، احنا بين ضفاف النيل وجناين موز من كل اتجاه ومباني الناحيه الثانيه. انا عايزاك تكلمني عن الميه، وعايزاك تكلم المزارعين على الميه. هقول لك يا بنتي، اولا لما تبصي لنهر النيل، وده فرع رشيد اللي احنا ماشيين فيه دلوقتي، فرع رشيد، ما احنا عارفين ان النيل كله بيجي وبيتفرع فرعين، فرع رشيد اللي احنا ماشيين فيه ده وفرع دمياط. واقول لك على حاجه مهمه جدا، دول العالم كلها بتحسد مصر على نيل مصر. نيل مصر النهر اللي موجود في الجنه، موجود في الجنه، ميته حلوه. زمان يا عبيد احكي لك حكايه كانت جميله جدا، ما كانش فيه التلوثات الموجودة دلوقتي. كان النيل ده تمشي في قناية كده عشان تروي الزرع بتاعك، تمام. تيجي تبص للقناية تلاقيها مشققة، وتلاقي عليها نظافة، كمية نظافة محترمة قوي. أنا عن نفسي كنت أجي وأنا صغير كده أمد بوزي في قلب القناية وأشرب مية، ارجع لستي عملت ايه؟ لا لا شربت انا، ليه يا ولد؟ قلت لها ده ميه زي العسل يا بيتها. وبعدين ستي بقى كان عندها حاجه بيسموها الزير،
الزير كانت بتملاه. الزير ده كان ما كانش فيه لا مرشحات ولا حنفيات ولا الحاجات دي، كانت المية كلها مية النيل بتنحط في الزير. ست بقى كانت كل سنة ما تاكل المشمش تشيل النوى بتاعه تحافظ عليه. وعندها حاجة بيسموها الشبة، تجيب النوى ده مع الشبة وتقلبهم في قلب ايه الزير. عشان يوم ايه؟ عشان ايه؟ عشان ميه الشبه ونوى المشمش. المشمش ياخد الرواسب اللي موجوده والشوائب اللي موجوده، فيخلي الميه مش معكره، ينزلها تحت يخلي الميه زي العسل. ما انا عايزه اقول لك حاجه، انت عارف انا لما حطيت ايدي الميه اصلا باين انها رايقه جدا جدا، يعني انا ما اعرفش طالعه في الصوره ازاي، وانا لما حطيت ايدي وشلت الميه نظيفه انضف من ميه الحنفيه. شوفي بيضه ازاي، يعني احنا بنشرب من ميه الحنفيه ساعات دلوقتي معكره بتسبب. ما انا بقول لك الميه نظيف فعلا، دي الميه اللي فيها المواصفات اللي كنا بندرسها، اللي ما فيش لون ما فيش طعم ما فيش ريحه. ولذلك انا بقول لكل اخواني وكل اهلي وناسي، خلي بالكم من نيل مصر. نيل مصر اللي حصته مستمره من اكتر من الاف السنين، نيل مصر اللي عايزين نحافظ عليه نظيف وننقيه دايما، اي شوائب فيه نشيلها. ما نجيش بقى ونعمل ايه، نجيب اي حيوان ميت نافذ ونرميه في قلب النيل، ده معناه ان احنا كلنا استهتار. بسم الله الرحمن الرحيم، وجعلنا من الماء كل شيء حي. يا سلام، آية قرآنية عظيمة. احنا عندنا المية دي كل حاجة، احنا بنشرب مية، الزرع بيتغذى على المية، احنا ممكن نعيش من غير الاكل لكن ما نقدرش نعيش من غير المية. طب عبير هاتيلي شوية مية. ست زمان كانت بتقول نقطة المية دي تسوى حياة. تسوى حياة، ده معناه ان ستي زمان، والبرنامج بتاعنا اسمه من فات قديم وتاه، كانت دايما بتهتم بالمية. كان في حاجة بيسموها الأولى للإناوي، كنا نروح السوق نشتري كم 10-12 قلة في رمضان ونرصهم كده مع بعض ونملاهم ونحط عليهم من إيه حاجة كده طبق، الطبق ده بيمنع الإيه اللي عشان المية ما تنزلش من الفخار، عشان ما تنزلش على الترابيزة. تيجي تشربي وقت المغربية أحلى مية وسقع، أحلى وأزقع مية وأجمل مية في الدنيا كلها. مش بيقول لك إن النيل ده بتاع نهر في الجنة؟ بص يا عم أنور، العيب فينا إحنا، مش في أي حاجة تانية، العيب فينا إحنا. زمان كانت الست بتطلع تغسل هدومها ومواعينها فين؟ في النيل، صح ولا لأ؟ أنا ما بقولش إن ده سلوك صح، بس ده اللي كان بيحصل، تمام؟ بس كانوا بيحافظوا عليه. كانت لما يقوموا الستات من على النيل ينظفوا مكانهم ويشيلوا الحاجة ويقوموا، صح ولا لا؟ هو صح، بس احنا مش عايزين هذا السلوك الخاطئ. قبل زمان، قبل موضوع مجلس المدينة والأحياء والكلام ده، مش كان كل واحد بينظف قدام بيته سواء في الريف أو في المدينة، وبيطلع لغاية البيت اللي قدامه واللي قدامه لغاية اللي قدامه، لغاية ما بيوصلوا لأول الشارع وبيلموا الكومة دي ويحرقوها، حصل؟ يا دلوقتي في ايه؟ يا عبير ده انا عايز أقولك على حاجة، ربنا يسامحني بقى، ان بعض اخواننا في البيوت بيوصلوا الصرف الصحي على النيل، النيل اللي بنشرب منه. يا عم انور ماشي، انا بتكلم في ايه، ان العيب فينا احنا اللي مش بنعرف نحافظ على النعم اللي ربنا اداها لنا. ربنا يساعدنا كلنا على المحافظه. نرجع بقى تاني للنيل. عارف انا نفسي في ايه؟ حته ارض صغيره ويبقى عليها كوخ، مش عايزه بيت مباني، كوخ صغير، وازرع قدامها من كل حاجه شجرتين. جميل. ويكون على النيل. جميل. طب انا هقول لك على حاجه الاول يا عبير. جدي وستي عبير وكل الفلاحين المحترمين كانوا عندهم اسلوب في ري الارض بتاعتهم. ما احنا قلنا النيل ده بيسقي البني ادم ويسقي الزرع ويسقي الطير اللي انت سامع صوته نورس دلوقتي. النورس. بتسمع صوته الجميل ده، بتسقيه من قلب النيل. تمام. طيب زمان كانت الايه، ما كانش فيه لا كهرباء ولا ميكنه ولا حاجه من دي، ف
فكان جدي وجدي زمان القدام كان في حاجة اسمها الشادوف. والشادوف ده يا عبير كان عبارة عن ايه؟ إناء كبير، الإناء الكبير بربطه في حبل، الحبل ده هو مهم جدا، بحط له بقى في الناحية التانية حتة حجرة وبعلقها على شجرة ونزل الايه؟ الجردل او الاناء ده في قلب البحر او الترعة. تمام. كنا بنسميه ده من يعني حتى في الصور بتاعت الفراعنة في ده. ده الشادوف من ايام الفراعنة. ما انا بقول لك تطور اهو. تطور الري اللي موجود عندنا في مصر. وبعدين يسيبها تطلع الاناء مليان ايه؟ مية. يجي قلبها في قلب ايه؟ الارض. الاناية اللي بتروي الارض. الارض. وهكذا. بس كانت دي عبير ما بتزيدش عن فدان او فدان ونص في اليوم من الفجر لغاية المغرب. فكان مجهود رهيب جدا جدا جدا. على اخواننا المزارعين. بيبذلوا اخواننا المزارعين وجدودنا. قال لك احنا هنفضل كده على طول. فجربوا عملوا طريقة جميلة جدا اسمها ايه؟ اسمها ايه؟ الطنبور. الطنبور ده الطنبور اللي هو بيلف. ده آلة خشبية كده فيها ايه؟ زي ما تقولي ايه؟ ايدين كده جواها، لما بتلفي القطعة الحديدية الواصلة بالاخر وتحطيها في قلب الترعة والمية وتلف الطنبور كده، تطلع المية جوه الطنبور وتنزل المية في قلب الايه؟ الأناية. فدت سرعة شوية في عملية نقل المية من الترعة إلى الأرض الزراعية. تمام. بس برضو ما زالت المساحة اللي بترويها هذه الطريقة حوالي 3 فدادين 4 فدادين في اليوم. طب برضو ما هو عايزين برضو حاجة أحسن، تدي إنتاج أحسن، صح؟ تروي مساحة أكبر من الأرض. ابتدوا يفكروا في حاجة اسمها إيه؟ السقي. السقي والأناية. خدت بالك؟ السقي متصلة بالأناية ومتصلة بالبحر، بيبقى لها بير تحت. وأقول لك متصلة بإيه كمان؟ بالتوتة. دايماً يزرعوا على الناصية السقية توت وجميز. أيوة، هذا التوت والجميز دي ليه قصص أخرى. فالسقية دي كان بيدورها إيه؟ حيوانات. تمام. فيها بير، البير ده بيطلع المية من قلب البحر ينطلها يحطها في الأناية، والأناية إيه؟ تروي الأرض. ودي كانت بتدي مساحة أكبر شوية في حدود 12-15 فدان في اليوم. بقينا على أعلى مستوى. طيب هنفضل طول عمرنا كده؟ لا. جماعة الشباب الحلو ابتدى يخترع حاجة اسمها مكنة الري. مكنة الري بيحطوا البنزين وتدور ونحطوا إيه؟ ماسورة كبيرة في قلب البحر. الماسوره دي بتعمل ايه بقى؟ لما بتشغل مكنه بتشفط الميه من بتطلع على خرطوم، الخرطوم نازل على الأناية يروي الارض الزراعيه. وصلنا لاكثر من 20 فدان ما شاء الله. حاجه اكثر يعني في اليوم. في اليوم حاجه عظيمه. شوفي بقى من فدان واحد ل 20 فدان في اليوم. 20 فدان في اليوم. وغير كده في حاجه، فدان واحد وكان بيبقى فيه مجهود بدني فظيع على الفلاح جدا. دلوقتي 20 فدان ومفيش اي مجهود بيقوم بيه الفلاح غير انه هو يشغل المكن. شوف الطنبور لما الراجل بس ايه يلف كده، يفضل يلف يلف، ظهره انكسر. ولذلك كانت الصحه العامه تعبانه، والحمد لله دلوقتي بقينا كويسين الحمد لله. فيه بقى لا، هو احنا ما بقيناش كويسين يا عم انور، هو الخير زاد. ايوه. والحياه بقت اسهل واسرع. أيوة. بس ما بقناش كويسين. ان شاء الله كويسين يا عبيد. ان شاء الله. وحنفضل كويسين مهما حسد الحاسدين. ان شاء الله هنبقى كويسين وهنبقى زي الفل والميه هتزيد. تعرفي يا عبيد بيبقى في بعض مشاكل في الميه دي، لكن ربنا بيفركها علينا وبتبقى الميه بكثره نازله عندنا، وبنبقى احمدك يا رب واشكر فضلك يا عظيم. ده تطور الري لغاية ما جه دلوقتي عملية بيسموها الري المطور. بيعملوا مكنة، بيعملوا أوضة موصلينها بالكهرباء
فيها مكنه لما تتك على الكهرباء كده ايه تشغل الميه تسحب وتسحب الميه. وماشيين هنا بقى يعني حوض كامل مثلا 100 فدان 200 فدان 300 فدان، وعلى كل راس غيط من الغيطان بتاعه المزارعين بوابه للفتح والقفل. طب الحاج انور هي ايه هيروي النهارده يفتح فتحه الري بتاعته ويقفل الباقي يشرب يخش على الثاني والثالث والرابع. طيب معلش يعني هو في حته تقنيه كده علشان دايما احنا برنامجنا من فات قديم وتاه دايما الناس بتميل للحاجه القديمه وفي ناس بتخاف قوي من الجديد. اوضه الكهرباء اللي فيها المولد اللي بيشغل ده كله ممكن يكهرب لي ميه القنايه اللي موصله الارضي؟ لا هو مش متصل بالكهرباء ده الكهرباء دي عشان تدور الايه المكنه. تمام. زي مثلا الجرار لما بتركب انت بتحط له بطاريه هل بالكهرباء؟ لا ده انت كذا. الكهرباء دي عشان تتك على الزرار تقوم المكنه التكتك زي ما احنا سامعين التكتكه كده. انا سامعاها بتاعه المكنه الري اللي بيروي دلوقتي. تمام. وربنا يحافظ على كل نقطه ميه عندنا ان شاء الله يا عم. ولا ايه يا عبيد؟ اكيد يا عم انور. طب تقول ايه بقى للمشاهدين؟ بقول لهم حبايبي وناسي الحلوين حافظوا على نيلكم، حافظوا على ميتكم، تحصلوا على اعلى انتاج زي ما قالت ست زمان. انا عايزكم في برنامجنا من فات قديم وتاه تاخدوا منه الخلاصه، الخلاصه اللي عايزين نوصل لها لاعلى مستوى من الحكمه والموعظه. وبعدين انا شايف الناس النهارده بسم الله ما شاء الله سواء كان شباب او عواجيز، جد زمان زي ما بقول لحضرتك كان بيعمل كذا، ينزل بالجوبيه دي يطلع السمك ياكله وبتاع وما اعرفش ايه، والرز يطلعه من الارض والبطاطس من الارض وكل حاجه من الارض، فكانت حاجه جميله جدا. وعشان كده احنا بنقول زمان كان وضع، النهارده بنعلم اولادنا ازاي يعتمدوا على نفسهم في كل شيء من الاشياء دي. وعايزكم دايما تكلموا اولادكم عن ضروره الاهتمام بكل نقطه ميه وكل حبايه رز او ذره او اي محصول. يا ستي ده احنا عندنا هنا مثلا في العشه اللي قدام منك دي مليانه فراخ وبط ووز وحاجه جميله جدا، ينزل العيل يجيب ثلاث اربع بيضات على شويه الرز وبطاطستين محمرين وياكل ويقول الحمد لله احمدك يا رب على لله. خيرك الكتير الحمد لله. احنا في من فات قديم وتاه انا عايزه اقول لكم الميه والهواء والمنظر الحسن مش الوجه الحسن بس. لو رجعنا تاني لزمان هنلاقي ان العيشه كانت احلى بكتير، دلوقتي اسهل واوفر بس زمان كانت احلى. زمان كانت الست الشاطره بتعرف تدبر نفسها، ما كانش في حاجه اسمها هنعمل ايه النهارده مش هنعمل ايه النهارده، زي ما عم انور قال العيل يدخل يجيب بيضتين ويسلقهم مع شويه رز. اي حد من الفلاحين عارف اللي انا بقوله، كان في حاجه اسمها بيت العيله ومخزن العيله. بيت العيله ده كان الجد والجده هما اللي متوليين كل حاجه في البيت، مش معنى كده ان اللي قاعدين في البيت عواطليه، لا بيشتغلوا ايدهم بايد باباهم والستات ايدها بايد مامتها او حماتها. وكان البيت بيبقى فيه خير وكانوا عايشين مع بعض في بيت واحد اسمه بيت الخير بيت العيله، وبيشتروا ارض في ارض في ارض فدائرات في فدان تاني وبيوسعوا مساحه الرقعه الزراعيه عندهم. دلوقتي بدانا نبيع متر في متر وفدان في فدان وايراد في ايراد وبدانا نحولها لحاجات تانية، مع ان احنا لو رجعنا لاصلنا ولجدودنا والزمان والله هنبقى احلى واغنى بلد في العالم. استنونا الحلقه الجايه وبرنامجكم من فات قديمه تاه. Thank you.